دنزل واشنطن، جامع القمامة الذي سحرته الكاميرا فسحر الجمهور. في عام 1977 وقف شاب أسمر أمام مسرح كورت الواقع بشارع 138 وسط ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، منتظرا موعد تقديم اختيار الأداء لأول مسرحية سيشارك بها على العلن. مرت الدقائق ثقيلة عليه بين ترقب وخوف. كان اليوم الأول من حياته العملية بعد الكثير من التخبط والفشل. تحسس الشاب خطواته في الطريق إلى المسرح، وبعد عرض المسرحية تلقى تلك النظرة الجامدة من منتج المسرحية ردا على أدائه الذي لم يكن جيدا. كان الدور يتطلب الغناء بينما هو لا يمتلك الموهبة. خرج الشاب من المسرح محطما في أول يوم من حياة ظنها ستفتح عليه أبواب الشهرة، بينما في الحقيقة قد جلبت عليه المزيد من الفشل. بعد 40 عاما سيزور الشاب نفسه المسرح ذاته ليتم تكريمه عن أدائه الرائع هذه المرة بوصفه واحدا من أعظم الممثلين في تاريخ السينما على الإطلاق. هذا الشاب لم يكن إلا دينزل هايز واشنطن جونيور. إن سألت الناس عن رأيهم في أفضل ممثل عبر تاريخ السينما، فلربما يختلف البعض حول دينيرو أو الباتشينو أو جاك نيكلسون، لكن إن سألتهم عن قائمة قصيرة تضم أفضل 3 ممثلين من ذوي البشرة السمراء، فبالطبع دينزل واشنطن سيكون واحدا منهم إن لم يكن في مقدمتهم وهو الوحيد. ولد دينزل واشنطن جونيور الذي سمي على اسم والده، والذي بدوره سمي على اسم الطبيب الذي قام بعملية ولادته في نوع من العرفان، بضاحية مونت فيرنون في نيويورك في 28 من ديسمبر سنة 1954. وهو ابن أوسط لأم تملك صالون تجميل وأب يعمل في وزارة المياه. عاش دينزل طفولة قاسية بعد انفصال أبويه، ولما يكمل 14 من عمره بعد، كانت سنين مراهقته تشير إلى الضياع نتيجة الفقر والأصدقاء المشردين الذين كان شغفهم المخدرات والعنف والجريمة. وكان دينزل في طريقه ليصبح واحدا منهم، لولا أن أمه لاحظت مبكرا خطورة الطريق الذي كان يسير فيه ولدها، فأرسلته بعيدا عنها إلى مدرسة عسكرية لتعليمه الانضباط والالتزام، خطوة لولاها لربما لكان واشنطن دينزل واشنطن الذي نعرفه اليوم. حيث قال: لقد غيرت هذه الخطوة حياتي، لم أكن لأنجو من الطريق الذي كنت فيه. الرجال الذين كنت أخرج معهم كل يوم قضوا الآن ما يقارب 40 عاما في السجن. لقد كانوا جيدين، لكن الشارع قضى عليهم. هذا دينزل واشنطن متحدثا عن قرار أمه بإرساله لمدرسة عسكرية. تخرج دينزل من المدرسة وبدأ في اختيار الكلية التي يرغب في إكمال دراسته بها. في البداية استهوته مهنة الطب، رأى نفسه طبيبا يقوم بإجراء عمليات جراحية ويعالج المرضى، لكن هذا الطريق بدأ غير مناسب له. فكر في القانون ثم في الصحافة، يريد أن يخاطب الجمهور ويكتب ويعرف أكثر عن السياسة، لكن هذا التشتت في اختيار مهنته كان وقعه قاسيا عليه. لقد حصلت على درجات متدنية للغاية، كان معدلي التراكمي 1.8. كنت في 20 من عمري وكانت أسوأ مراحل حياتي. جربت العمل في كل شيء، عملت في مصنع، عملت جامعة قمامة، عملت في مكتب بريد، لم أشتكي، واصلت المحاولة مرة أخرى. هذا دينزل واشنطن يتكلم عن سنوات جامعته الأولى. في النهاية اختار دينزل مجال الصحافة، دخل جامعة فوردهام أين اكتشف موهبته في التمثيل لأول مرة. وبعد حصوله على شهادة في الصحافة من جامعة فوردهام عام 1977، ذهب لمنحة لمدة سنة واحدة إلى مسرح المعهد الموسيقي في سان فرانسيسكو، ليتخرج بعدها حاملا طموحات كبيرة في مجال التمثيل والغناء، لكنها طموحات ستصطدم بالواقع فيما بعد. دينزل واشنطن يقول في إحدى خطاباته: لا تخف من الفشل، افشل كثيرا لكن للأمام، لا تفشل للخلف، احلم كثيرا لكن تذكر، أحلام بلا أهداف تبقى مجرد أحلام. لا تسعى فقط لكسب لقمة العيش، اسعى لصنع التغيير. ولد دينزل واشنطن في غضم حركة مدنية حقوقية ضخمة بأمريكا لكي ينال السود حقوقهم كاملة. كان مناصرا لتلك الحركات في شبابه،
آمن بما كان ينادي به مالكوم إكس الناشط الحقوقي والمدافع الشهير عن حقوق الإنسان. فيما بعد سيقوم دينزل واشنطن بتمثيل قدوته في واحد من أقوى أفلام مسيرته المهنية. بدأ دينزل بالعمل في سن صغير في صالون تجميل والدته وعمره 11 عاما، لكن هناك حدثت له واقعة لم ينسها أبدا. ذات مرة بينما كان في الصالون ينظر إلى المرآة، كانت هناك امرأة على الكرسي تجفف شعرها تنظر إليه بتفحص. في كل مرة كانت تنظر إلى عينيه، هذه المرة طلبت أن يعطيها أحد ورقة وقلما مدعية بأن لديها نبوة. فقالت له: أيها الفتى، أنت ستجوب العالم وستتحدث إليك الملايين من البشر. كان حينها راسبا في الجامعة استغرب كثيرا كلماتها، لم يكن يفكر سوى في الخروج من هذا الفشل. هل يلتحق بالجيش؟ هل يكرر المحاولة؟ هل يصبر؟ هذه المرأة تخبره بأنه سيجوب العالم، حلم قديم لا يبدو قريب التحقق. لم يكتفي دينزل بالنبوة، حاول مرة أخرى وفشل، ثم ثالثة وفشل، إلى أن نجح في دخول عالم هوليوود لأول مرة سنة 1981 في فيلم كاربون كوبي. بعد 6 سنوات من نبوءة السيدة، عمل فيها كل المهن حتى نجح. أنا الآن سافرت العالم كله وتحدثت إلى الملايين من البشر كما قالت لي تلك السيدة. دينزل واشنطن يقول هذه الجملة في خطاب تخرج جامعة ديلارد سنة 2015. تزوج دينزل واشنطن منذ سنة 1983 بالممثلة باوليتا بيرسون، ولا تزال علاقته معها قائمة حتى الآن كواحدة من أقدم وأطول العلاقات المستقرة في هوليوود. حينها لم يكن بهذا البريق، كان في بداية مراحل حياته الفنية. تقدم إليها مرة فرفضته، تقدم مرة ثانية فرفضته، لكن الرجل الذي صمم بعد أن خرج بأذيال الخيبة من مسرح كورت، لم يكن الرفض له يعني سوى النجاح، لأنه يحاول ويحاول. تقدم لها ثالثة وهذه المرة قبلته. باوليتا زوجة دينزل واشنطن تتكلم عنه قائلة: أنا أعيش مع هذا الرجل، أرى الجانب السيء منه والجانب الحزين، أرى كل شيء هو يملك ويعرف أنه يملك إيمانا بي. هذا منحه القوة والثبات، منحه أرضية لكي يمضي قدما ويطير. لدى دينزل واشنطن 4 أولاد، ابنتان وابنان. سمى أحدهما مالكوم تيمنا بالمناضل الذي قام بتمثيل حياته مالكوم إكس، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 190 مليون دولار. يعرف دينزل بأنه رجل متدين يتردد على الكنيسة ويحفظ أجزاء من الإنجيل، كذلك عرف بالكثير من الإسهامات الخيرية، فقد تبرع بنحو 2.5 مليون دولار لبناء كنيسة في مدينته. كذلك قام في عام 2016 ببدء تبرع لإنشاء متحف للأفارقة الأمريكيين، وقد تم تجميع ما يقرب من 15 مليون فيما بعد من أجل إنشاء المتحف. دينزل واشنطن في خطاب تخرج جامعة ديلارد نفسه قال: ضع الله أولا في كل شيء تقوم به، كل شيء تراه في أنا، كل شيء حققته وكل شيء قمت به وكل شيء تراه جميل في هو لدي بفضل الله، افهم ذلك جيدا فهذا عطاؤه. ربما حين يتم ذكر النقد الفني لدينزل واشنطن فذكر عدد الجوائز التي فاز بها يصبح مؤشرا على قدراته، فقد ترشح دينزل للأوسكار 7 مرات، فاز بها مرتين، الأولى سنة 1990 أفضل ممثل مساعد في فيلم غلوري، والثانية عام 2002 أفضل ممثل رئيس عن فيلم ترينينج داي، ليصبح ثاني ممثل أسمر يفوز بالجائزة عن دور رئيس بعد سيدني بواتيه. ترشح دينزل كذلك 10 مرات لجائزة جولدن جلوب، وفاز بها 3 مرات عن أفلام غلوري، The Hurricane 1999، والثالثة سنة 2016 وهي جائزة سيسيل بي دي ميل. عن مجمل الأدوار التي قام بها خلال مسيرته وإجمالا، ترشح دينزل ل168 جائزة، فاز منها ب85 جائزة، رقم
يتوج مجمل مسيرته الفنية إذ يصعب على الكثيرين الوصول حتى لنصفه. لكن بعيدا عن الجوائز وبنظرة نقدية دقيقة نحو تمثيل دينزل واشنطن، فإنه يمكن وصفه بجملة واحدة: هو الممثل الذي ينسى أنه يمثل. ما يميز دينزل واشنطن عن الكثير من الممثلين أنه يتقمص الدور بطريقة لا تكاد تميز بها إن كان ممثلا أو بالفعل يعيش الحدث في الحقيقة. في فيلم فيلادلفيا سنة 1993، قام دينزل بدور المحامي الشاب جون ميلر، محامي لبطل الفيلم المصاب بالإيدز توم هانكس. بمشاهدتك لهذا الفيلم سيلفت نظرك روعة أداء توم هانكس وتقمصه الشخصية، لكنك لن تشعر أبدا أن دينزل يمثل دور المحامي، بل يبدو وكأنه محام متمرس امتهن المحاماة بالفعل طيلة حياته. كذلك قام دينزل ببطولة العديد من الأفلام في مختلف الأنواع، تارة بدور رجل العصابات وتاجر المخدرات الكبير فرانك لوكاس في فيلم أمريكان جانغستر 2007، وتارة دوره الكبير ضابط عمليات في إحدى الغواصات النووية الأمريكية ينقذ العالم من خطر حرب نووية كادت تقضي عليه، وذلك في فيلم كريمسون تايد 1995. ومرة أخرى حارس خاص لفتاة صغيرة أثناء عمليات الاختطاف التي تتم لأبناء الأثرياء في المكسيك في فيلم مان أون فاير 2004. عندما تشاهد دينزل في هذه الأدوار لا تشعر أنه يقف أمام الكاميرا، بل يبدو كأن هذه حياته التي يعيشها بالفعل. ليس هذا من قبيل الصدفة، فقد عرف دينزل بأنه يتدرب كثيرا على الدور الذي سيقوم به، كما فعل عند قيامه بدور الصحفي السياسي في فيلم The Pelican Brief 1993، عندما قام على مدار عدة أشهر بالتدريب مع صحفيي جريدة The New York Times الأمريكية من أجل أن يتقمص دوره كما ينبغي. الأمر نفسه تكرر عند قيامه بدور مقدم في الجيش الأمريكي في حرب الخليج في فيلم كوريج أند فاير 1996، فمن أجل تقمص الدور تماما قام بالتدرب في مركز فورت إيروين العسكري، وهناك حصل بالفعل على رخصة رسمية بقيادة الدبابة العسكرية M1A1. لا يبدو الدور وكأنه مجرد عمل يؤديه دينزل، بل يبدو كأنه حياة سيعيشها، ولهذا يخرج لنا فنه على هذه الصورة الواقعية تماما. ربما كان هذا سبب ندمه الوحيد في مسيرته الفنية على تخليه عن دور المحقق ميلز في فيلم 7 سنة 1995، والذي عرض عليه قبل أن يعرض على براد بيت، لكنه رفضه في النهاية. ماذا لو مثل واشنطن هذا الدور بالتعاون مع مورغان فريمان؟ مورغان أسطورة هوليوود مورغان فريمان يتحدث عن دينزل واشنطن في خطاب تكريمه بجائزة معهد الأفلام الأمريكي، حيث قال: لا أتذكر جيدا أول مرة تم منحي جائزة معهد الأفلام الأمريكي، ربما سنة 1973، لكني الآن متأكد من شيء واحد: حين اخترعوا هذه الجائزة فإن دينزل هاينز واشنطن جونيور كان منتظرا خلف الستار. قام دينزل واشنطن في التمثيل في نحو 64 فيلما، إضافة إلى إخراجه لثلاثة أفلام، وسبق ذلك عمله في العديد من المسلسلات والمسرحيات. ترك من كل هذا إرثا سينمائيا كبيرا وأفلاما ستظل تحكى للأجيال القادمة، لكن هناك مشاهد خلدت دينزل واشنطن في قائمة عظماء هوليوود، منها على سبيل المثال مشهد الاعتراف في فيلم فلايت. بعد غياب نحو 10 أعوام عن الترشيح للأوسكار، عاد دينزل واشنطن مرة أخرى للترشيح سنة 2013، هذه المرة عن قيامه بتجسيد دور كابتن ويب ويتكر، طيار ومدمن كحوليات ومنفصل عن زوجته وابنه. في مشهد الاعتراف الأخير في الفيلم قام دينزل بأداء كبير، فبعد أن أخبر الكثير من الكذبات توقف أخيرا، وبدا انه سئم من كونه الرجل الذي يكذب طيلة حياته. احتاج الى لحظة صدق انتظرها طويلا، يعترف بالفعل رغم ان كلمة كاذبة واحدة كانت ستنقذه من كل شيء. حركات لسانه خلف شفتيه وقطرات العرق على جبينه رسمت مشهدا لا يمكن لاي ممثل ان يتقنه الى هذا الحد. وبعد أن اعترف لم ينغمر في البكاء كما يفعل الكثير، لم ينفعل أو يهتز، فقط دمعة واحدة هربت من وراء مقلتيه لتخبر بكل شيء ملامح وجهه، حينها بدت كأنه مذنب بالفعل وكأنه هذا الطيار في الواقع.
المشهد الثاني هو مشهد معاتبة ابنه في فيلم فانسيز. بعد 4 سنوات من ترشحه للأوسكار عن دوره في فيلم فلايت سنة 2016، عاد دينزل مرة أخرى ليخطف الأضواء، وذلك عن دوره في فيلم فانسيز الذي مثل فيه دور الأب والزوج الذي يعمل في إحدى شركات جمع القمامة في مطلع الخمسينيات، حيث الفقر والنضال من أجل نيل الحقوق المدنية. يظهر دينزل في أحد مشاهد الفيلم معاتبا ابنه الذي يطالبه بشراء تلفاز له. لا يبدو أن الأب الذي يعمل بكل جد ولديه أخ مصاب بمرض نفسي نتيجة مشاركته في الحرب العالمية الثانية مستعد لفعل ذلك. بدا أن مصائب الحياة قد جعلته حادا وقاسيا تحت غطاء من الرحمة والحنان. في هذا المشهد يتصور الابن أن والده يفعل من أجله كل شيء لأجل أن يحبه، لكن الأب كانت لديه إجابة أخرى مفاجئة. المشهد الثالث هو مشهد تضحيته من أجل ابنه في فيلم جون كيو، أحد أبرز أفلام دينزل واشنطن، التي جسد فيها أزمة الرعاية الصحية في أمريكا من خلال دوره أب لطفل مصاب في عضلة القلب ويحتاج إلى إجراء عملية زراعة القلب، لكن مصاريف التأمين الخاصة بالأب لا تكفي. باع الأب كل ما يملك، وكذلك فعلت الأم، لكن الرأسمالية تظهر وجهها الآخر في الفيلم بكل توحش. لم يجد دينزل واشنطن من ينفق على ولده الذي يراه يحتضر أمامه، لكن لا يبدو أن الأطباء يبالون به، وكذلك لا تبدو السلطات. ييأس الأب المكلوم على ولده من كل الوسائل فيلجأ إلى حل آخر. المشهد الرابع هو مشهد خطاب مالكوم إكس في فيلم مالكوم إكس. إن كان هناك فيلم واحد يمكن اختياره دليل على تقمص دينزل واشنطن الشخصية وتشربه تماما بهذا الفيلم، فهذا الفيلم وحده يكفي. تدور أحداث الفيلم حول المناضل والحقوقي المسلم مالكوم إكس، أحد أشهر الحقوقيين في تاريخ أمريكا في القرن العشرين، ورحلته من طفولة قاسية سجن فيها بسبب جرائمه إلى واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والذي دفع حياته ثمنا لذلك. في الفيلم قام دينزل بتمثيل مراحل تحول مالكوم إكس بطريقة تثير التعجب، فمنذ طفولته ومرورا بمراهقته وحتى رحلته إلى مكة تغير دينزل مع تغير الشخصية تماما، كما لو أن عدة ممثلين قاموا بتمثيل كل مرحلة، بينما في الحقيقة هو شخص واحد. خامسا، مشهد النهاية في فيلم ترينينج داي. لا يمكن ذكر أعمال واشنطن دون الإشارة لهذا العمل الذي فاز فيه بالأوسكار، ويعتقد أن هذا الخطاب كان السبب وراء الفوز. أنتج هذا الفيلم سنة 2001 ببطولة دينزل واشنطن وإيرثان هاوك، ويحكي قصة ضابط شرطة فاسد ومرتشٍ يدعى ألونزو هاريس. في الخطاب الأخير بالفيلم تبدو حركات عيون دينزل واقعية تماما. ضابط فاسد أيقن أن نهايته محتومة، لكن بقايا كبرياءه لا تسمح له بالإيمان بهذا المصير. يخاطب ألونزو أهل المنطقة خطاب شخص اقتربت نهايته، لكن روحه لا تزال ترفرف بيأس بانتظار اللحظة الأخيرة. هل تعتقدون أنكم تستطيعون أن تفعلوا بي أنا هذا؟ يا أولاد العاهرة، ستلعبون كرة السلة في سجن بالكوم باي 23 ساعة في الحبس المشدد. أنا الرجل في هذه المنطقة، مع من تظنون أنكم تعبؤون؟ أنا البوليس، أنا من أحكم هنا، أنا فقط تعيشون هنا، أنتم فقط تعيشون هنا. كينج كونغ لا يمتلك أي شيء علي. بعدها تظهر نظرات عين دينزل، الكثير من الخوف والحمق والغضب في نفس الوقت، والقليل من الدموع المختبئة خلف مقلتيه، والكثير من إدراك النهاية المحتومة على وجهه. مشهد لا يمكن أن يتم تمثيله، بل يعاش فقط. السهولة هي عدو الإنسان، إنها أشد صعوبة من المعوقات التي تقابلك. أسقط 7 مرات وانهض في 8. الأمر ليس سهلا، ولو كان سهلا لكان هناك الكثير من المبدعين، ولو كان سهلا لما كان هناك دينزل واشنطن. إنه دينزل واشنطن جونيور.